أشكر فخامة الرئيس الدكتور محمد يونس المنيفي على كلمته، والآن أدعو معالي السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة في المملكة المغربية لإلقاء كلمته، فليتفضل. أصحاب الجلالة، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والفخامة، أيها الحضور الكريم، شرفني صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتمثيل جلالته في أشغال هذه القمة العربية الصينية الأولى، وأن أتلو هذا الخطاب نيابة عن جلالته. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخي العزيز، صاحب الفخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وصديقي الكبير، حضرات السيدات والسادة، أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي الأعز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، ومن خلاله إلى أخي العزيز ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الشقيق على استضافته هذه القمة العربية الصينية الأولى، وعلى ما بذلته السلطات السعودية من جهود لتهيئ الظروف الملائمة لتنظيمها وإنجاحها. والشكر موصول أيضا لفخامة السيد جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية على رئاسته المشتركة لهذه القمة، كما أعرب لمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجماعة الدول العربية عن تقديري للعمل القيم التي قامت به الجامعة من أجل التحضير الجيد لأعمال هذه القمة. ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نجدد تهانينا للشعب الصيني الصديق على نجاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، كما نجدد التعبير لصديقنا الكبير فخامة الرئيس عن أسمى عبارات التهاني على تجديد انتخابه على رأس الحزب للمرة الثالثة، مما يؤكد الثقة المتواصلة التي يحظى بها لدى الشعب الصيني الصديق وقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وهي مناسبة كذلك للإشادة بما أن انبثق على المؤتمر بخصوص العلاقات مع العالم العربي. أصحاب جلالة والفخامة والسمو المعالي، حضرات السيدة والسادة، نعيش اليوم لحظة قوية في مسار التعاون العربي الصيني، تشكل القمة العربية الصينية الأولى حدثا تاريخيا ومنعطفا مهما في العلاقات بين الجانبين، وهي أيضا فرصة سائحة لإضافة لبنة جديدة إلى صرح العلاقات التقليدية القوية القائمة بين العالم العربي والصين. فهذه القمة بقدر ما هي مناسبة لاستشراف الآفاق المستقبلية لشراكة متميزة، فإننا نحرص على أن تحتل مكانة مرموقة في خارطة علاقات منطقتنا العربية مع مختلف شركائها من دول وتجمعات ومنظمات إقليمية وقارية. فهي تشكل كذلك موعدا لاستحضار الأبعاد الحضارية والروابط التاريخية التي استندت على شبكة علاقات إنسانية وتمازج ثقافي مثمر والتأثير إيجابي متبادل في إطار طريق الحرير القديم. هذه العلاقة العريقة التي نسجت من خلال هذا التلاقح الثقافي والحضاري الذي امتد عبر الزمن وربط الماضي بالحاضر، تستشرف المستقبل اليوم في تعاون متجدد ومستمر، لعل أبرز تجلياته هو التعاون العربي الصيني القائم في إطار مبادرة الحزام والطريق. إن هذه القمة تنعقد في سياق دولي مشحون بالأزمات التي خلفتها آثار جائحة كورونا والتطورات الجيوستراتيجية الدقيقة التي يشهدها العالم وما صاحبها من اضطرابات وبؤة توتر ونزاعات مسلحة لها أثر مباشر على منطقتنا العربية وعلى شريكنا الصين وعلى دول العالم، وهو ما يعطي للشراكة الاستراتيجية بيننا أهمية خاصة، ومن منطلق أنها تتوخى تجاوز آثارها التحديات متعددة الأوجه. ولعل التعاون بين الصين والدول العربية خلال فترة الجائحة على كافة المستويات الصحية، والذي ارتقى في بعض الأحيان
كما هو الشأن بالنسبة للمملكة المغربية إلى مستوى شراكة مؤسساتية وعلمية وصناعية لا سيما في مجال التلقيحات. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي حضرات السيدات والسادة، إننا نسجل باعتزاز حرص جمهورية الصين الشعبية الصادقة على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية ومساندتها لتجاوز الأزمات التي تشهدها والحد من تداعياتها، وذلك بما هو مشهود به للدبلوماسية الصينية من حكمة ورزانة تسهم في التقريب بين وجهات نظر الفرقاء وتغليب فضائل الحوار لتجاوز واقع الاضطراب وعدم الاستقرار. وهنا نود أن نشير إلى أن ما تواجهه دول المنطقة العربية من تحديات تهدد أمنها واستقرارها مرده في بعض الحالات مع الأسف إلى سياسات وسلوكيات بعض الدول العربية تجاه البعض الآخر. ومن هنا وجب التشديد على أنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المليء بالمخاطر دون الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية. ومن جهة أخرى يعتبر دعم الصين الراسخ للقضية الفلسطينية العادلة مكسباً دولياً ثميناً من أجل حل عادل ودائم لهذه القضية في إطار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالقدس الشريف. وفي هذا الإطار وبصفتنا رئيساً للجنة القدس لا يسعنا إلا أن نتمن عالياً دعم الصين الثابت للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة ورفضها لاتخاذ أي قرارات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض جهود إحياء عملية السلام وإبعاد ملف القدس عن طاولة المفاوضات وعزله عن ملفاته الوضع النهائي، وهو ما سيزيد من توتر الأوضاع وتعقيدها في الوقت الذي نسعى فيه مع كل القوى المحبة للسلام لتوفير الظروف الملائمة لتغليب خيار السلام وعودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لطاولة المفاوضات. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المعالي حضرات السيدات والسادة، تعرف العلاقات العربية الصينية تنوعاً وتطوراً على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني بفضل ما تسخر به من مؤهلات يجدر استثمارها بالشكل الأمثل للمساهمة في تحقيق ما يصبو له العالم العربي من نهضة اقتصادية حقيقية وتطور علمي وتكنولوجي، لا سيما خلال إطلاق مشاريع تنموية ودعم البنيات التحتية واللوجستيكية والتنمية البشرية ونقل التكنولوجيات. ولكن بالرغم من أن الصين هي الشريك الاقتصادي الأول للدول العربية، إلا أن التبادل التجاري بين الجانبين وإن سجل مستويات جيدة من حيث الحجم والتنوع والكثافة حيث ناهز 240 مليار دولار سنة 2020، فهو لم يرق بعد إلى المستوى المؤهلات المتاحة، كما أنه يعرف عجزاً كبيراً في الصادرات العربية نحو الصين باستثناء الصادرات من النفط والغاز، مما يستدعي العمل المشترك من أجل تشجيع هذه الصادرات وتنويعها لتكون قاطرة للنهوض بالاقتصاد العربي الصناعي والفلاحي والخدماتي. كما أن عدد السياح الصينيين الذين يزورون الدول العربية أقل من عدد نظرائهم العرب الذين يتوجهون إلى جمهورية الصين الصديقة، وهنا ندعو للعمل على رفع عدد السياح في الاتجاهين لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من مزيد من التقارب والتواصل. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المعالي حضرات السيدة والسادة، إن من بين ركائز السياسة الخارجية للمملكة المغربية تطوير التعاون جنوب جنوب وتنويع الشركاء والانفتاح على المجموعات الإقليمية، حيث تربط المملكة بعدد كبير منها علاقات صداقة وتضامن وتعاون مثمر، وبالخصوص تلك المنتمية لدول الجنوب. وفي هذا الصدد نود
التعبير عن ارتياحنا العميق لما يتبع العلاقة المغربية الصينية من صداقة تاريخية متينة وتعاون مثمر في مختلف المجالات ومن تنسيق وتشاور بناء بخصوص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق نؤكد على انخراط المملكة المغربية في سياسة الصين الواحدة كأساس للعلاقات بين البلدين الصديقين، كما أن دعمنا للمبادرات التي قدمتها الصين كمجموعة أصدقاء المبادرة الدولية للتنمية يعكس مستوى التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين. كما يحرص المغرب على المضي قدما في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين البلدين في ماي 2016 ومذكرة التفاهم حول مبادرة الحزام والتاريخ، وبالتالي توسيع أفاق التعاون الثنائي ليشمل قطاعات جديدة واعدة وذات قيمة مضافة. تجدد المملكة المغربية اليوم تأكيد استعدادها للإسهام الفعال في رفع من مستوى هذه الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات، في التزام دائم بالقضايا العربية العادلة والمشروعة من أجل بناء نظام سياسي واقتصادي عالمي أكثر عدل وتوازن، في احترام تام لسيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم تدخل في شؤونها الداخلية. وفي هذا الإطار فإن المملكة المغربية تشيد بالمبادرة العربية الصينية التي سيتم تبنيها في إطار هذه القمة، وتؤكد استعدادها للإسهام بكل جدية وتفاعلية فيما سيتضمنه إعلان الرياض من توصيات بغية الرقي بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية ووضع أسس قوية لبناء مستقبل مشترك يضمن سبل التعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتهيئ الاقتصاد وتحسين أدائه والنهوض بواقع الإنسان العربي والانخراط في مجتمع المعرفة والاتصال. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد الإعراب عن فائق اعتزازي بعمق الروابط القائمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وبمتانة علاقتهم الثنائية، مشيدا بما يجمع البلدين الشقيقين من شراكة نموذجية قوامها التشاور البناء والتضامن الفعال والتعاون المثمر في مختلف المجالات الاستراتيجية. كما أعرب عن اعتزازي بما يربط الأسرتين الملكيتين من أواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل وما يتقاسمه الشعبان الشقيقان من مودة وصداقة. وفي الختام أود أن أجدد شكري الخالص للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على حسن الاستقبال، على ما بذلته من جهود لتنظيم وإنجاح هذه القمة لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً من ترسيخ أسس شراكة حقيقية تخدم السلام والاستقرار وتنتج التقدم والرخاء المشترك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.